حيروان على أبواب المولد النبوي الشريف واستعدادات كبرى لاستقبال أكثر من 1.5 مليون زائر إن شاء الله هذا العام. اليوم الصن الترويجي للمولد النبوي الشريف بتونس العاصمة، هذه بداية للاحتفالات في تونس إن شاء الله باش تكون على امتداد أسبوع كامل. القيروان كل دار كل نهج كل زنقة الناس كل محتفل بالمولد النبوي الشريف، كل دار وكل زنقه ان شاء الله محتفله بمولد النبوي الشريف. واحنا جينا لهنا لتونس، كل عام نجيو احنا هنا لتونس بس نحتفلوا، ظاهرا نعملوها للقروان ان شاء الله، فهمني ان شاء الله ربي يدومه، فهمت؟ المولد النبوي الشريف بتاع المولد النبوي الشريف الناس الكل معناتها فرحانه بمولد سيد الخلق. واكثر ميزه في القيروان هي الاذكار، هي الاحتفالات، هي السلميات اللي ان شاء الله باش تكون متواجده في كل دار تقريبا. موجوده بقدره ربي، موجودة في الأذكار والمداح، فهمت؟ موجودة في القروان، وهذيك عادتنا وتقاليدنا من قبل، فهمني؟ الناس الكل تقول لك يا ريتني نسمع على أذان نفيق عليه في المولد النبوي الشريف في القيروان. موجود حاجة خاصة، حاجة كبيرة، شعور خاص وحاجة كبيرة، حاجة كبيرة. شنو أصغير من الأذان صاحبي، فهمني؟ باش تسمعوا فما عروض مختلفة ولباس تقليدي، وتبارك الله على ولدي محليه. اللبسة منين جاية؟ من قروين. قروين؟ اي. ليك تلبس كان في المولد ولا ديما؟ ساعات ديما. في المناسبات الأكثرية. الأكثرية في المناسبات وفي الاحتفالات. احنا باش نشوفوا. وأكثر حاجة في المولد النبوي الشريف. بروفة السلمية. بروفة. تعطينا حاجة. صاحب الجاه؟ صاحب الجاه. صاحب الجاه ورجال قروين.